أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا بإذن الله لكي نكمل موضوعين السابقين بخصوص الماضي البسيط والماضي المستمر. وكما اتفقنا اليوم سنأخذ كيفية ربط جملتين، إحداهما في الماضي البسيط والأخرى في الماضي المستمر. ما الغرض من ربط جملتين ماضي بسيط وماضي مستمر؟ طبعا ما ننسى أن الباست كونتينيوس ماضي مستمر، باست سيمبل ماضي بسيط. يستخدم الماضي المستمر مع الماضي البسيط في جملة واحدة للإشارة أو للدلالة إلى أن حدثا ما كان مستمرا في حدوثه. يعني أكو حدث كان يحدث، كان مستمرا في الحدوث اللي هو المقصود به طبعا الماضي المستمر. عندما قاطعه فجأة حدث آخر اللي هو الماضي البسيط. إذن هن حدثين، واحد كان دا يصير وفجأة دخل عليه حدث آخر. يعني مثلا ورا شوية راح ناخذ أمثلة أيضا راح يذكر هذا المثال. على سبيل المثال، كنت أدرس في غرفتي، كنت أدرس في غرفتي. طبعا فعل الدراسة هو فعل باستمرارية، يعني ماكو واحد يروح يدرس والله شنو بس فتح الكتاب وسده، لا، يعني لازم عندك فد وقت معين تستغرقه في الدراسة. إذن هو حدث مستمر، كنت أدرس في غرفتي عندما نادتني أمي على العشاء أو لتناول العشاء. إذن الحدث المستمر كانت دراسة، والحدث اللي قاطع الدراسة مالتي هو نداء والدتي لتناول العشاء. شلون نربط هاتين الجملتين، الماضي البسيط والماضي المستمر؟ استخدام when. طبعا احنا when ماخذينها سابقا أو مر علينا كثيرا، when بمعنى متى كأداة سؤال، ووايل استخدام وين، بس وين هنا كأداة ربط بمعنى عندما. استخدام وين اور وايل، استخدام الوين او الوايل، اذا عندما وهاي الوايل بينما، لربط جملتي الماضي المستمر والماضي البسيط. من نربط جملتين ماضي بسيط وماضي مستمر، في الغالب مو دائما مو شرط، في الغالب تستخدم وين او وايل. طبعا التركيز على حالة وين لأنه هي الحالة الموجودة بكثرة في الكتاب، لم تذكر جملة وايل بالكتاب، بس احنا راح ناخذها على مود نشوف الفروقات بينات. طبعا وين وايل أدوات ربط، ومعظم أدوات الربط إما أن تأتي في بداية الجملة أو تأتي في وسط الجملة. فاحنا عندنا هنا حالتين، للوين حالتين، للوايل حالتين، يعني راح ناخذ تركيب وين من تجي بالبداية وبالوسط، وتركيب جملة وايل عندما تأتي في البداية أو الوسط. when subject يأتي بعدها فاعل ثم verb to. هذا الverb to اللي متفقين عليه الشكل الثاني للفعل، هذا ماضي بسيط. إذن جملة when يتبعها زمن الماضي البسيط. من اجت الوين بالبداية، الجملتين اللي هن الماضي البسيط والماضي المستمر نضع فارزة بينهما، بس من تجي الوين بالنص نستغني عن الفارزة لأن الوين تعمل عمل أداة الربط. إذن وين متبوعة بزمن الماضي البسيط، ثم تأتي الجملة الثانية التي تحتوي على subject was أو were وverb يحتوي على ing، ودرسنا هذا الزمن. إذا الزمن احتوى او الجملة احتوت على was were مضاف لفعلها ing فهذا ماضي مستمر. اذا when يأتي بعدها ماضي بسيط الشكل الثاني للفعل، والحدث الثاني ماضي مستمر. نفس الحالة اذا اجت الwhen بالنص، حط ببالك الwhen شنو وراها هنا، الwhen ماضي بسيط، الوين هنا شنو وراها verb to ايضا ماضي بسيط، فالحدث الثاني
سيحتوي على was where وفعل ing. إذن ثابتة الwhen أو when كأداة ربط، يتبعها زمن الماضي البسيط الذي يكون فعله في الشكل الثاني، والحدث الثاني من الجملة يكون ماضي مستمر الذي يكون فعله يحتوي على ing ومسبوق بأحد الفعلين المساعدين was where. هاي ترجع تتذكر شوية تركيب جملة الماضي المستمر في المحاضرة السابقة. نجي للوايل اللي هي بمعنى بينما. الوايل عكسية، يعني شنو عكسية؟ يعني وايل جملتها يتبعها was where وفعل ing اللي هو ماضي مستمر، والحدث الآخر verb to شكل ثاني للفعل ماضي بسيط. نفس الحالة إذا أجت الوايل بالنص، يأتي بعدها ماضي مستمر والحدث الآخر verb to ماضي بسيط. لاحظ، يمكن أن نضع when أو while في بداية الجملتين ونضع فارز بينهما، أو أن نضعهما بين الجملتين. فالwhen والwhile ممكن يجن بالبداية وممكن يجن بين الجملتين. واحد، لا تبهر لهاي الملاحظة اللي هو نفس الكلام اللي تكلمناه، بس شوية أكتب لك إياها كتابة تقرأها قراءة بالمراجعة مالتك تفيدك أكثر. تتبع when، يعني الwhen تتبع، تبهر للتشكيل بابا، تتبع مو تتبع، مو هي اللي تتبع، لا هي اللي يتبعوها. تتبع when بالماضي البسيط. شنو يعني ماضي بسيط؟ يعني verb to الشكل الثاني للفعل. إذا when بعدها ماضي بسيط والحدث الآخر يكون ماضي مستمر. شنو يعني ماضي مستمر؟ يعني was where وفعل ing. على العكس تماما، جملة while تتبع while بالماضي المستمر، يعني was where وفعل ing، والحدث الآخر يكون ماضي بسيط اللي هو verb to. خلنا نشوف هاي الأمثلة ونطبق عليها هذا الكلام. الطلب عام correct the verbs، صحح الأفعال. عندنا أربع جمل، كل جملة بيها مكانين للتصحيح، تصحيحين. هسه هنا عندي when، وهنا عندي while، هنا عندي while بالنص، وهنا عندي when أيضا بالنص. فجايب أنا حالتين، جايب ال when بالبداية وبالوسط، وجايب ال while أيضا بالبداية وبالوسط. تبهني. القاعدة تقول when الزمن اللي وراها شنو؟ verb to، يعني الشكل الثاني للفعل. فمعناها من أعيد الكتابة، when I هذا الفعل لازم يكون verb to شكل ثاني ماضي بسيط، لأن ال when الفعل اللي يتبعها يكون ماضي بسيط. شنو الماضي من الفعل enter؟ يدخل، يعني هذا فعل قياسي يضاف له ed entered. When I entered the room، عندما دخلت إلى الغرفة. إذن تتبع when بالماضي البسيط، حطينا الماضي البسيط والحدث الآخر يكون ماضي مستمر، فهذا من هنا راح يصير ماضي مستمر. زين، جملة الماضي المستمر ورا الwhen ماضي مستمر، subject اللي هو هنا سام، سام اسم شخص اسمه سام، مو سام يعني من السم، هو شخص اسم انجليزي سام. لو was لو where، سام مفرد بالماضي المستمر تاخذ was والفعل يضاف له ing. playing on the PC على الكمبيوتر، على الحاسبة، PC حاسبة، هي اختصار لpersonal computer، حاسبة شخصية وحاسوب شخصي. هسه انتبه شنو صار المعنى. when I entered the room، الwhen بمعنى شنو قلنا الwhen؟ وين هالwhen؟ هنا عندما. when I entered the room، عندما دخلت إلى الغرفة، Sam was playing on the PC، سام كان يلعب على الحاسبة. فانتبه هنا، هناك حدثان، واحد مستمر وواحد بسيط دخل عليه وقاطعه. الحدث الأساسي اللي صار أولاً وكان مستمر هو سام، من كان يلعب
الحاسبة مالته، والحدث الذي قاطعه هو دخول هذا الشخص إلى الغرفة. على العكس جملة وايل، وايل تتبع بالماضي المستمر، فمن لقينا وايل الزمن اللي وراها يكون ماضي مستمر. الماضي المستمر ايش يحتاج ورا الفاعل؟ اما ووز او وير، فالوي تاخذ وير وفعل باي ان جي هافينج. وايل وي وير، وايل بينما، وايل وي وير هافينج لانش، بينما كنا نتناول الغداء. شنو اللي صار؟ شنو الحدث اللي قاطعنا؟ ذا تليفون، التليفون الهاتف رينج. بينما كنا نتناول الغداء رن الهاتف. انزين رينج هذا صار ماضي مستمر، فهذا شو يصير؟ فيرب 2 شكل ثاني للفعل، ماضي بسيط. شنو الماضي مال رينج وهو فعل شاذ؟ رانج، بهذا الشكل. She fall asleep while، اجت الوايل بالنص، هاي قاعدة الوايل، ماكو فرق، تجي الوايل بالبداية تجي الوايل بالنص، فالفعل الذي بعدها يكون ماضي مستمر، يعني عندي was وwere فعل ing، فالوايل يجي وراها ماضي مستمر، معناها الحدث الآخر شو يكون؟ ماضي بسيط verb 2. شنو الverb 2 من fall؟ فول ترجمة حرفية بمعنى يسقط، بس هنا ما لها علاقة بالسقوط. شي الماضي مال فول شكل الثاني fell asleep. asleep كلمة واحدة، يعني مو لوحدها وsleep لوحدها. غطت في النوم. she fell asleep، غطت في النوم. while بينما، while she هذا ماضي بسيط، هذا ماضي مستمر، شو يحتاج؟ was وفعل ing، was watching. والتكملة fell، she fell asleep، غرقت، غطت في النوم. while بينما، كانت تشاهد فيلما. إذا الحدث المستمر هو المشاهدة، كانت تشاهد فيلم وفجأة، شوف حدث الماضي السريع هو حدث فجائي، وفجأة غطت في النوم. هسه وين اجت بالنص؟ بس القاعدة ثابتة، تتبع وين بالماضي البسيط، ما بيها كل مجال، والحدث الآخر ماضي مستمر. إذا هذا وين تتبع بالماضي البسيط، الحدث اللي وراها ماضي بسيط والحدث الآخر ماضي مستمر. الماضي البسيط يعني verb 2 الشكل الثاني للفعل. شنو الشكل الثاني من هاف؟ هاد، وهذا على مود يصير ماضي مستمر، شو يحتاج؟ ورا الفاعل نحتاج was وفعل يضاف له ing، driving. he was driving home، كان يقود سيارته إلى المنزل. when he had an accident، عندما تعرض لحادث بعيد الشر عنكم إن شاء الله. الحدث المستمر هو القيادة، كان يسوق بأمان الله، وفجأة دخل عليه حدث آخر، شنو صار؟ تعرض لحادث لا سمح الله، نجاكم الله من الحوادث والشرور. لحد الآن هذا الدرس مالنا تقريبا شبه انتهى، راح أتوقف كم دقيقة وأرجع لكم، يعني راح أوقف الفيديو، ما راح تحسون بالتوقف إن شاء الله. راح أكتب بعض التمارين هنا الموجودة بالأكتيفيتي، راح نحلها وأعطيكم أيضا بعض الملاحظات الإضافية اللي لازم تأخذون بالكم منها خاف تجي في الامتحان. نلتقي بعد قليل إن شاء الله. السلام عليكم مرة أخرى أعزائي الطلاب، قلنا عندنا تمارين بالنشاط أريد نحلها. هذا تمرين في صفحة 63 Exercise D، تمرين D اللي هو يطلب past simple or past continuous. عندنا هذه القطعة مو جمل، هي قطعة كاملة، الأفعال اللي بين الأقواس نريد نحولها إما past simple or past continuous، ماضي بسيط يعني شكل ثاني للفعل، أو past continuous ماضي مستمر، يعني لازم نحط was أو were ونضيف ing للفعل. قلنا أكو حالات لازم ننتبه لها، يعني
يعني هنا هاي الجمل بعض الجمل تحتوي على when، نفس قاعدة when راح نتبعها، بس while هنا ما موجودة، فانتبه ليش راح أقول لك. هنا طبعا بعض الأفعال فهمها ضروري جدا حتى تعرف هذا الفعل، هذا الحدث يتطلب استمرارية، فنسويه ماضي مستمر. لو هو حدث فجائي سريع فنخليه ماضي بسيط. The president رئيس. The president of France رئيس فرنسا. Read his emails يقرأ إيميلاته. نجي للفعل read القراءة، هل هي مسألة تتطلب استمرارية لو مسألة سريعة سمن تريد تقرأ أنت، ومو راح تفتح الكتاب تفتح هاي شو تسده مباشرة، صح لو مو صح؟ مو شغلة سريعة، لازم تقرأ تتصفح تطلع شكو ماكو، تقرأ الجمل تفتهمها. إذا هي مسألة تتطلب استمرارية، القراءة مسألة تتطلب استمرارية في العادة. فهنا ريد ما دام قررنا نسوي مستمر لازم نحط was where وفعل ing. President of France الرئيس الفرنسي هو مفرد ياخذ was والفعل يضاف له ing. when هنا أيضا أنا عندي قاعدة when، ها يعني when يتبعها ماضي بسيط، الحدث الآخر كان ماضي مستمر، فهنا ال when يجي وراها ماضي بسيط، يعني الشكل الثاني من get هو got. The president of France was reading his emails كان يقرأ إيميلاته. when he got the invitation عندما وصلته invitation الدعوة، إيميل الوحدة الثانية إذا تذكروا أو إنشاء الوحدة الثانية هو كتابة إيميل إلى صديق نوجه له دعوة لحضور حدث معين، فهاي الكلمة invitation مرة علينا. The invitation to visit Iraq. إذن هو كان يقرأ إيميلاته وفجأة من ضمن الإيميلات وجد إيميل واصلة من العراق يوجهون له دعوة لزيارة العراق. He accept the invitation. accept بمعنى قبل. مسألة القبول مسألة نعتبرها سريعة، حدث نتخذ قراره بسرعة، لو مسألة استمرارية ما أعتقد مسألة بها استمرارية، مسألة سريعة واحد يوجه لك دعوة لو تقبل لو ما تقبل بلحظتها مباشرة، فالحدث السريع في الغالب الذي تتخذ قراره مباشرة أو يحدث فجأة هو ماضي بسيط. هذا الفعل ماضي بسيط راح يصير هو فعل قياسي accepted نضيف ايدي. He accepted the invitation فقبل الدعوة and look forward to the visit. look هو forward بمعنى يتطلع قدما for the visit أو to the visit لهذه الزيارة. هنا المسألة اللي أريدك تنتبه لها بابا شوية، بالسادس إعدادي موجود هذا الموضوع بس بطرح آخر شوي، يختلف شوي نوعا ما بالطرح. هنا الآن انتبه لها، اجت بين الجملتين الفعل الذي بعد and يكون زمنه نفس الفعل في الجملة التي قبلها. and لدينا هنا حسب نص الكتاب تربط جملتين في زمن واحد، فما دام هذا ماضي بسيط هذا أيضا ماضي بسيط. look فعل قياسي الماضي ما لا يأخذ إيدي. looked forward وكان يتطلع قدما للزيارة. the president came to Iraq come حضر إلى العراق. مستمرة لو سريعة هبطت بسيارة ركب طلع أجل العراق. أجل إحنا نقول شوف من تفهم يصير المسألة واضحة بابا. شوف أكو مسألة معينة، هل نقول الرئيس حضر إلى العراق لو الرئيس كان يحضر إلى العراق؟ لا الرئيس حضر هذا هو أجا وخلص. إذا هنا ماضي بسيط came to Iraq on Tuesday وصل إلى العراق يوم ثلاثاء. he arrived early in the morning arrived وصل وصل لو كان يصل في الصباح وصل. he arrived لو قلنا هو كان يصل فهاي ماضي مستمر ترى. he go to الشعب stadium من وصل ونزل للمطار وراها وين راح؟
شعب ستاديوم ملعب الشعب ذهب جو زين. عندما هبط في المطار ماذا فعل؟ ذهب. لو كان يذهب هبط في المطار واتجه وذهب إلى ملعب الشعب. الشكل الثاني مال جو went. The prime minister, prime minister رئيس الوزراء هذا العراقي. Give the president lunch, قدم له الغداء. من اجى؟ طبعا جاء يستقبله. تضرب ملعب الشعب استقبله قدموا له وجبة طعام. زين give اعطى لو كان يعطي. اجى وحطوها قدامه لو ظل واقف ومستمر مقدم له اياها. ماكو في المسألة هي صينية عليها اكل حطها قدامه وانتهت المسألة. اذا الحدث سريع هنا ماضي بسيط. gave الماضي مال give. After that بعد ذلك they watch football match when the president get a phone call. اجت هنا جملة وين. هنا نطبق القاعدة حتى الترجمة تفيدك ها، بس هنا انا عندي قاعدة امشي عليها. الحدث الذي بعد وين مباشرة يكون ماضي بسيط، يعني هذا يكون ماضي بسيط، هذا اجى ورا الوين. الشكل الثاني got. والطرف الآخر من الجملة يكون ماضي مستمر، يعني was where وفعل يحتوي على ing. they تأخذ وراها where والفعل يضاف له ing. watch يصبح watching بهذا الشكل. after the match بعد المباراة he leave غادر. بعد المباراة غادر and go to the airport وذهب للمطار. بعد المباراة كان يغادر. لو غادر خلصت اللعبة ايش سوى؟ في مال له طلع مباشرة غادر. الماضي مال leave فعل شاذ ماضيه left. he left غادر and اجتنا and. قلنا and تربط جملتين في نفس الزمن، فهذا ماضي بسيط، هذا هم ماضي بسيط بسيط العفو. الشكل الثاني مال go هو went. بالامتحان ما يجيبون الجواب، يجيب لك جملة ويقول لك صححها، لو يحط لك بيها دليل، لو يجيب لك قاعدة وين تمشي عليها، بس هاي للتوضيح. تمرين في صفحة 63 أيضا، التمرين E اللي هو يصير جوا هذا التمرين، صفحة 63 تماما. Choose the correct form، form يعني شكل، اختر الشكل الصحيح، جايب لك مجموعة من جمل، كل جملة نعطيك فعلين، واحد ماضي بسيط يعني شكل ثاني أو أول أحيانا، وواحد ماضي مستمر. جيد. هسه انتبه لي للجملة الأولى. What was سلمى do or doing when the dog ran at her؟ تكمل هنا ما خليت لها أهمية. انتبه شنو عندي؟ was. زين الفعل اللي يجي ورا was و were يصير مصدر. هاي أخذناها بزمن الماضي البسيط. آخر جملتين من خذيان التمرين، إذا تراجعون الفيديو مع الماضي البسيط، آخر جملتين اللي هن كان الخيار بيهن didn't أو wasn't. اختارينا didn't لأن إجا وراها المصدر، وقلنا ال wasn't لا يمكن أن يأتي بعدها فعل مصدر. ال was وال were يجي وراهن شغلتين إذا أتى فعل، إما أن يحتوي على ing أو يكون فعل في التصريف الثالث إذا كانت الجملة مبنية للمجهول. فهنا ما عندي فعل تصريف ثالث بالخيارات، ماكو، يعني الووز ما يجي وراها مصدر ما يصدر، فالخيار هو doing. She play was playing in the park، كانت تلعب في المتنزه، park منتزه حديقة. زين فعل اللعب هل هو بالعادة تراح للمتنزه وجاي تلعب اللعب هناك باستمرارية لو ما باستمرارية؟ طبعا لازم استغرق وقت وأنا أقضيه في هذا المنتزه، فالحدث مستمر was playing. جون هذا إذا تتذكرون القطعة مالت سلمى بالكتاب بالوحدة الخامسة، سلمى وأمها جاي تلعب وهاجمها كلب وجون أنقذها. جون so was seeing، جون رأى أو كان يرى the dog and سلمى. ملاحظة أريد أعطيك إياها برضه، انتبه لي شوي. see يا hear يسمع، وانتبه hear وليس listen، hear وليس listen، و see وليس look. see hear touch
يلمس smell يشم والتيست يتذوق. هذه الأفعال خل أسميها أفعال الحواس المتعلقة بالحواس الخمسة، من النادر جدا أن تأتي في حالة الاستمرارية، يعني ما تلقى بها ING بالعادة، ماكو زمن مستمر، قليل، نوادر، حالات نادرة جدا. إذا هنا سي أو سو من أفعال الحواس لا يأتي في الزمن المستمر. Many people were waiting, waited. Wait ينتظر. مسألة الانتظار بها استمرارية ولا ما بها؟ ظلت انتظر واحد كم دقيقة كم ساعة أحيانا مو؟ إذا المسألة بها استمرارية، هذا واحد. اثنين عندي when أداة ربط، أتى بعدها ماضي بسيط فالحدث الآخر يكون ماضي مستمر. Many people were waiting when the minister arrived. الكثير من الناس كانوا في الانتظار أو كانوا ينتظرون when the minister arrived، عندما وصل الوزير at 10 a.m. الساعة العاشرة صباحا طبعا a.m. هي الهي هنا طبعا هذا التمرين جملة متصلة بالثانية. الهي هنا متصلة منه بالمينستر بالوزير. He spoke was speaking to the public. Public يعني العامة الناس الشعب. He spoke to the public. هو كان يتحدث مع الشعب. لو هو تحدث سولف وياهم مع الشعب. Before leaving. ركز هنا. هذا مو ماضي مستمر. ها. تبي هاي بيها ING. بس هاي مو ماضي مستمر. This is a noun. هذا اسم. الأفعال إذا أضيف لها ING بدون أن تسبق بفعل كينونة فذلك يعني أنها أصبحت أسماء. Leaving هنا مو معناها يغادر. Leaving بمعنى مغادرة. إذا هو تحدث مع الناس قبل مغادرته الساعة الثانية مساء. He spoke. وكان الله يحب المحسنين. ونلتقي إن شاء الله في محاضرة قادمة.